بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الدكتور عادل إبراهيمي أستاذ كلية الطب. شرف كبير باش نحضروا في هذه الأجواء الرمضانية، أول نهار رمضان، هذا المباراة الدوري اللي حقيقة كيجسد كنت نقول لك روح التضامن، روح رياضية كبيرة ما بين جميع الفئات ديال المجتمع. كنشوفوا تبارك الله الصغار كيتفرجوا، المتوسط السن كيلعبوا، الكبار كيشجعوا، يعني اجواء كنقدر نقول انا اجواء يعني حماسيه بامتياز. وكنتمنى ان هذا النوع ديال المبادرات يكثر، لانه هو اللي كيخلي هذه الالفه ما بين الاسر، ما بين الاحياء، ما بين وكي لا بغينا نقولوا كينمي الروح الرياضيه في المجتمع. سامو بوركيزان رئيس مجلس مقاطعه المدنيين، اولا عواش مبروكه ورمضان كريم، صحه والسلامه ان شاء الله والخيره. اليوم في اجواء احتفاليه تنعطيو انطلاقه ديال الدوري في دورته 32، دوري ديال مشهور بالشعبه بشراكه مع مجلس مقاطعه المرينيين، اجواء احتفاليه، حضور جماهيري كبير، حضور كذلك عده مسؤولين وحضور فرق المشاركه. تنأكدوا احنا في المجلس اننا ندعم مثل هذه المبادرات سنويا، ونحاول نترافع كذلك على تحسين الظروف ديال الممارسه ديال كره القدم ومختلف الرياضات داخل مقاطعه المرينيين، خاصه اصلاح يعني الارضيه ديال مختلف الملاعب، وهذا ما نترافع عليه مع مجلس جامعه فاس وكذلك باقي مجالس المنتخب. الدوري اللي النسخه ديالو 32 ديال المرحوم العبد القادر الصامك الملقب بالنايفه. بالنسبه لهذا الدوري اللي هو دوري كيتميز من احسن الدوريات على الصعيد الوطني، لما لا راه مشات للعالميه كلشي كيتفرج في الدوري هذا. بالنسبه للاكراهات ديال هذا الملعب هذا، انت كتشوفها بوتينا، الحمد لله دابا نسقنا مع الناس المسؤولين، قال لك راه يصايبوه ميزانيه تاع ديال التيران هذا راه خارجه، صبروا علينا راه هو الاول اللي غنصوبوا. والناس يدي مرحبا فعلا، وقفوا معنا صيفطوا لنا الرمله، صبغوا لنا التيران. هذه من جهه، من جهه اخرى انت كتشوفني الدوري كيتميز بهذا الجمهور هذا اللي هو جمهور عظيم جدا، لولا هذا الجمهور ما غيكونش هذا الدوري. بالنسبه لهاد الشخصيات اللي كيجيو لهنايا، انا كيعرف اختي بوتينا، لان هذا الدوري هذا ما بقاش مخبع ولا كلشي كيتفرج به، كلشي كيتمنى يجي يحضر معنا في هذا العرس الرياضي. وكنشكرهم بزاف لهاد الشخصيات اللي جاوا حضروا معنا. شنقول لك، لولاهم قلت لك ما غيكونش هذا الدوري هذا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.